برعاية كريمة من لدن قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى المرأة حفظها الله، انطلقت فعاليات المنتدى العالمي لصحة وسلامة المرأة. خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى ألقى معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين كلمة أعرب فيها عن جزيل الشكر والعرفان إلى المجلس الأعلى المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله، مثمنا دور سموها الفاعل في مؤازرة هذه المبادرة الدولية الطموحة وشمولها برعاية سموها الكريمة. هذا وقد أعلن معاليه عن تشكيل لجنة تكافؤ الفرص في شركة نفط البحرين لتعمل بشكل رئيس على وضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في الشركة. بهذه المناسبة ثمنت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مبادرة شركة نفط البحرين بابكو لتنظيم مثل هذا المنتدى الهام الذي يدعم بشكل مباشر أحد مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة، معتبرة أن صحة المرأة البحرينية تعد إحدى الأولويات الهامة في إطار عمل المجلس وله من الخطط والمحصلات التي تسعى إلى تحقيق الأثر لجودة الحياة في الخطة الوطنية. اليوم احنا ممنونين جدا لشركة النفط الوطنية بابكو ممثلة في شخص معالي الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط ورئيس مجلس إدارتها في تنظيم منتدى دولي يركز على السلامة والصحة المهنية للمرأة في القطاع النفطي الصناعي على وجه التحديد، وكيف ممكن هذا القطاع أن يطور من الأنظمة، أن يطور من البرامج الموجهة لهذا الموضوع على وجه التحديد. وفي الحقيقة لا أجد توقيت أفضل من هذا التوقيت، والبحرين مبتهجة بالاكتشاف النفطي الكبير والذي نهنئ جلالة الملك أولا والبحرين جميعا على ذلك، وهذا مؤشر خير للمرأة البحرينية التي نأمل أيضا أن تكون متواجدة بقوة في أي استثمارات قادمة ذات علاقة بهذا الحقل. يجب علينا التفكير في البرامج التي يجب أن تضع موضع التطبيق من أجل إعدادها الإعداد السليم للدخول لهذا المجال، وبالتالي ستكون برامج الصحة المهنية في غاية الأهمية عندما تزداد نسب المرأة في هذا المجال. تركيز هذا المحفل الدولي هو العناية بجودة حياة المرأة، وكذلك التركيز على النهوض بكل الأمور والجوانب سواء البدنية والذهنية والنفسية والتي تهم حياة المرأة من ناحية الصحة، والناحية الأخرى كذلك من ناحية اهتمام المؤسسات وأرباب العمل بتأثيرها على منظومة الإنتاج وعلى الأرباح ونجاح المؤسسة بصفة عامة.